حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن محمد عن أم عطية قالت أتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته عليها السلام فقال أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كفورا أو شيئا من كفور فإذا فرغتنا فآذنني قالت فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه وقال أشعرنها إياه قال وقالت حفصة قال أغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا قال وقالت أم عطية مشطنها ثلاثة قروء حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا هشام عن حفصة عن أم عطية قالت كان فيما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا عند البيعة أن لا تنحن فما وفت منا غير خمس نسوة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا هشام عن حفصة عن أم عطية قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ، أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام وأقوم على مرضاهم وأداوي جرحاهم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا هشام ويزيد أخبرنا هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحويض يوم الفطر ويوم النحر فأما الحويض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قال قيل أرأيت إحداهن لا يكون لها جلباب قال فلتلبسها أختها من جلبابها حنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي حدثنا هشام ويزيد أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا عصبًا ولا تكتحل ولا تمس طبًا إلا عند طهرها قال يزيد ، أو في طهرها فإذا طهرت من حيضها نبذة من قسط وأظفار. حدثنا أبو معاوية ، حدثنا عاصم عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا ثلاثا او خمسا وجعلنا في الخامسه كفورا او شيئا من كفور فاذا غسلتنها فاعلمن قالت فاعلمناه فاعطانا حقوه وقال اشعرنها اياه حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت لما نزلت هذه الآية يبايعنك على أن لا يشركنا بالله شيئا إلى قوله ولا يعصينك في معروف قالت كان منه النياحة فقلت يا رسول الله إلا آل فإنهم قد كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلاء حدثنا أبو سعيد حدثنا إسحاق بن عثمان الكلابي أبو يعقوب حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية الأنصاري عن جدته أم عطية قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت ثم بعث إليهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام على الباب فسلم فرددن عليه السلام فقال: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن قلنا مرحبا برسول الله ورسول رسول الله وقال بيعن على أن لا تشركنا بالله شيئا ولا تزنين ولا تقتلنا أولادكن ولا تأتين ببهتاء تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصينه في معروف قلنا نعم فمددنا أيدينا من داخل البيت ومد يده من خارج البيت البيت ثم قال اللهم اشهد وأمرنا بالعيدين أن نخرج العتق والحويض ونها عن اتباع الجنائز ولا جمعت علينا وسألتها عن قوله ولا يعصينك في معروف قالت نهينا عن النياحة حدثنا غسان بن الربيع حدثنا أبو زيد ثابت بن يزيد عن هشامين عن حفصة عن أم عطية قالت كنت في من بايع النبي صلى الله عليه وسلم فكان فيما أخذ علينا أن لا ننوح ولا نحدث من الرجال إلا محرماً حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير يعني ابن حازمين عن محمد عن أم عطية الأنصارية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج العواتق والحويض وذوات الخدور فأما الحويض فيعتزلنا المصلى ويشهدنا الخير والدعوة مع المسلمين حنا عفان حدثنا همام عن قتادة قال: أخذ ابن سيرين غسله عن أم عطية قالت: غسلنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نغسلها بالصدر ثلاثا فإن أنجت وإلا فخمسا فإن أنجت وإلا فأكثر من ذلك قالت: فرأينا أن أكثر من ذلك سبع حدثنا عفان حدثنا يزيد بن إبراهيم حدثنا محمد بن سيرين قال نبئت أن أم عطية قالت توفي إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نغسلها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن وأن نجعل في الغسلة الآخرة شيئا من صدر وكفور